كتب أتعلم منها العقيدة الصحيحة؟ أسماء كتب تتعلم، أولا كتاب الله تعلم منه أصح العقائد، كتاب الله. ثم هنالك كتب أخر، عندنا كتاب العقيدة الطحاوية، وعندك كتاب معارج القبول، ولي كتاب طيب في عقيدتنا في الله، وكتاب العقيدة العام يصدر قريبا، لك نسخة هدية منه إن شاء الله موجودة. هناك كتب كثيرة بس على حسب مستواك. الكتب السنية في كتاب دوائر التوحيد الذي درس العمر الشريف وكذلك تصح أتعلم منها عقيدة؟ كتب إيه؟ كتاب دوائر التوحيد وفي كتب السنية وهي كتب سنية تصح الطحاوية وكتب أثرية وما صح أتعلم منها العقيدة أو من الشيخ أحمد الطيب أو من علي جمعة أو ما شابه ذلك؟ الكتاب الذي سألت عنه أولا أنا ما قرأته، أنا ما الكتاب الذي سألت عنه أولا ما قرأته، وأي قول أعرضه على كتاب الله وسنة رسول الله. أنا عن من أحفظ القرآن، كيف أعرضه على القرآن وكيف أستنبط من القرآن يا شيخ؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله، أو قبل قول الإمام الشافعي، قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعندك كتاب الله فيه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. تفهم أنت المعنى ولا لا؟ أنا أفهم وهي معكم أينما كنتم. تفهم معكم أينما كنتم، يعني في الغرفة اللي تحتك ربي؟ عاش لله عاش. طيب طيب، من الرحمن على من الذي استوى على العرش؟ الله. وأين العرش؟ الرحمن العرش؟ أين العرش هذا؟ لا أعلم. لا تعلم. إذن تعلم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوق عرش الرحمن. فالعرش فوق. أنا قلت لي أتعلم عن عقيدة القرآن الكريم، أين مكان العرش في القرآن؟ أين مكان العرش في هو القرآن. حضرتك جيت تتعلم من كتاب الله أهلا. أين أعرف أنا أين أعرف مكان العرش من القرآن الكريم، أن الآية يعني عفوا، أولا قبل أن أدخل في الجواب، هل ترد سنة الرسول؟ نعم على رأسي. طيب الله قال في طيب اصبر علي، يعني الله سبحانه وتعالى قال: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فالجنة المأوى عند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى بيّن النبي مكانها في حديث المعراج، وأنها بعد السماء السابعة. ولا تنكر هذا الحديث؟ لا أعلمه حتى أنكره، ولا أعلم درجة صحته. ولا تعلم أي أريد أتعلم العقيدة السليمة، لا أريد العقيدة السليمة. قلت لك ابدأ بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندك كتب في العقيدة لسلفنا الصالح، ومن الكتب الطيبة الآن العقيدة الطحاوية، ومنها معارج القبول، وكتب العقيدة في البخاري. اقرأ اقرأ كتاب التوحيد في البخاري. تمام. العقيدة الطحاوية قالت فيها أنه من نسب إلى الله بها من الجهات الستة فقد كفر، اليمين واليسار والعلو والفوق. إيه إيه عفوا، العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي يقول أنه من نسب إلى الله بها من الجهات الستة فقد كفر. اصبر الكلام ده لا تفتري، الله يسلمك لا تفتري. ازاي كده تقول هذا الكلام؟ انت قرأته بنفسك هذا الكلام؟ نعم. ازاي كده الكلام ده؟ كيف تقول هذا الكلام؟ كيف تقول هذا الكلام؟ اين يا اخي؟ اي اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله مش طرشي. ينبغي ان تحسن توحيدك وان تتقن ايمانك قبل ان تعلم الناس القرآن، فانك رجل تضلل الناس إذا مشيت على هذا النهج الذي تلوي فيه آيات الكتاب العزيز والسنة المهدي. السلام عليكم. هذا رجل مجادل والعياذ بالله، يدعي الجهل والنصوص أمامه واضحة. الأخ يجادل في أن الله في السماء، يجادل في أن الله في السماء، ويقول ومفهومه يقول بكلام الأشاعرة الذين يقولون الله ليس له مكان، هكذا يرمي إلى أن يثير هذه الشبهات في صورة مغلفة. وأقول وبالله التوفيق إن هذا القول بأن الله ليس له مكان قول ضال قائله، لأن النصوص كذبته
قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال الله تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. أين الله للجارية؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنه مؤمنة. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. حديث المعراج: سماء بعد سماء بعد سماء، وفرضت الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضت الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السماء السابعة. أما القول بأن هذا سؤال غير وجيه، كلا، بل الجارية سألت الرسول، سأل الجارية: فإذا كانت أي دار من الدور، إفتاء أو غير إفتاء؟ قالت: إنه سؤال غير وجيه، فهذا ضلال، لأن الله قال في كتابه، لأن النبي سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. هل سؤال رسول الله ليس بوجيه؟ انتبهوا يا أهل الإسلام، لا يلبس عليكم دينكم. والحمد لله معنى القرآن، معنى القرآن. إن القول القائل بأن الله ليس له مكان كلام ضلال، والذي يقول إن الله في كل مكان أيضا كلامه ضل، لأنه يقتضي أن يقول كما قال أهل الكفر: إن السامرين لم يخطئ لأن بطن العجل مكان ورب العزة عندهم في كل مكان، ويقولون إن فرعون لم يخطئ لأنه قال: أنا ربكم الأعلى وبطنه مكان، فيصل أمرهم إلى الضلال والزغير. فأرجو من الإخوة أن يعذروننا في الشدة على هؤلاء أهل البدع والضلالات، هؤلاء عياذا بالله الذين خالفوا جماهير السلف من صحابة رسول الله فمن بعدهم. والعقل والنقل يفيدان ذلك، أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي على أن الله في السماء، أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي على أن الله في السماء، وعشرات النقولات في الإجماعات على أن الله في السماء. يأتي مخرفون يتبعون الأشاعرة الذين يقولون أن الله ليس له مكان، زيغا وضلالا عياذا بالله من ذلك. وكل عاقل وكل ذي فطرة سليمة يقول: يا رب ارزقني، يمد يديه إلى السماء. لماذا لم يغترف في الأرض؟ كل ذي فطرة سليمة. الله قال في كتابه الكريم: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي تقلب وجهك في السماء داعيا راجيا، ولا تقلب في الأرض. افهموا يا أولي الألباب، افهموا هؤلاء الضلل الذين يريدون أن يلبسون على الناس أمر دينهم. والحمد لله كتاب الله لهم بالمرصاد، كتاب الله لهم بالمرصاد. أنصحكم بقراءة كتاب العلو العلي الغفار، عندنا عدة كتب مصنفة في هذا الحمد لله. يشير اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، يشير بإصبعه إلى السماء صريح: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة.